بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللواط هو إتيان الذكور والعياذ بالله، وهو فاحشة قبيحة. قال الله سبحانه وتعالى: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أول ما حدث في قوم لوط لم يكن موجودا من قبل، ولهذا قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذه الجريمة تتنزه عنها حتى الحيوانات، حتى الحيوانات لا يكون فيها إتيان الذكور، إنما هذا في بعض بني آدم. ولهذا كانت عقوبة اللواط أشد العقوبات. قد أرسل الله جبريل عليه السلام فنزع بلادهم حتى بلغت عنان السماء، ثم إنه قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل من جهنم. هذه عقوبتهم التي حصلت لهم، لم يكن مثلها في العقوبات، لأن جريمتهم لم تكن مثل غيرها من الجرائم. ولهذا هذه الجريمة عقوبتها القتل، سواء كان قتل الفاعل والمفعول به، سواء كان محصنين أو غير محصنين. فقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي، لكنهم اختلفوا في كيفية القتل. فمنهم من يقول يقتل بالسيف، ومنهم من يقول إنه يلقى من أرفع مكان في البلد ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، ومنهم من يقول إنه يحرق في النار. قد حرق الصديق وغيره من الصحابة، حرقوا اللوطية بالنار. فهم أجمعوا على قتله، وإن اختلفوا في الوسيلة أو الكيفية التي يتم بها قتله. نعم. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في أصح روايتين عنه والشافعي في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. نعم. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف ومحمد، إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء. هو ما يجلد البكر ورجم الثيب. نعم. وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنا، وهي التعزير. قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيها حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: ولأنه وطء في محل لا تشتهيه الطبائع، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه
حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطئ الأتان وغيرها. قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانين. قالوا: ولأن رأينا من قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبيعيا اكتفى بذلك الوازع عن الحد، وإذا كانت الطبائع تقتضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطبائع لها، ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، قد جبل الله تعالى الطبائع على النفرة من وطء الرجل رجل أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزنا، فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. قالوا: ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم، وخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطاع السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها، وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا توجى له معه حياة، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته. قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب فيه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، فقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد فحققه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يدفع بالحجارة. وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله لقوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. قالوا: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم تجي عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد. وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن 1 واحدة، وكرر لعن اللوطية فأكده 3 مرات، وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلافا منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع. قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط:
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين؟ تبين له. أحسن الله. قالوا ومن تأمل قوله سبحانه. أتأتون. أحسن الله. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ نعم. تبين له تفاوت ما بينهما، فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكمال غنيته غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفور، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال: إنكم لتأتون الرجال. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه الآن بعض الدول فيها إباحة اللواط، يحمونه في قانونهم، يسمونهم المثليين، يعني يأتي مثله، يكفي قبحا تسميتهم له بالمثلي، يعني أنه يأتي مثله والعياذ بالله، فهذه جريمة شنيعة، وأصحابها منبوذون في العالم. نعم. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس مجرد الشهوة ولا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسي المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء الوطر، وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب. الله جل وعلا جعل مصرفا لهذه الشهوة هو خلق الشهوة في بني آدم وجميع الحيوانات، خلقها حكمة عظيمة، ولكنه جعل لها مصرفا منضبطا وهو الزواج. تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فالزواج مصرف شرعي وفيه مصالح، هذه الشهوة تنتج الذرية الصالحة، تنتج الرجال، تنتج النساء، فهي مع كونها قضاء للشهوة فيها مصلحة عظيمة. حرف نساؤكم حرف لكم، مثل ما تزرع في الأرض تزرع في الرحم يأتيك ذرية، فهي حرف. فإذا ضيعت هذه الخصلة، هذه الغريزة، إذا ضيعت في اللواط حصلت مفاسد، إذا ضيعت في الزنا حصلت مفاسد، ضياع للأنساب، انتشار للأمراض، وإذا ضيعت في اللواط فهي أشد، تفسد الرجال وتفسد المجتمعات وتضيع النسل، تضيع النسل وتورث الأمراض التي أشد، هي أشد الأمراض، مثل ما هو الآن معروف في العالم من فقد المناعة اللي يسمونه مرض الإيدز الذي ليس له علاج، وأصبح من أصيب به يعزل عن الناس إلى أن يموت لأنه ليس له علاج. هذه عقوبة عظيمة شنيعة والعياذ بالله. ولذلك أمر المسلمون بعمل الوسائل التي تمنع من هذه الجريمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا لأجل حماية أعراضهم لئلا تدب الشهوة والشيطان بينهما، هذه حماية. وأمر بغض البصر على حماية. نعم.
ونهي عن مخالطة من يحصل بمخالطته وصول إلى هذه الجريمة، الابتعاد عن مخالطتهم. كل هذه وسائل لحفظ الناس من هذه الجريمة، فإذا وقعت فلا بد أن تعالج بعقوبة تردع الفاعل وتردع الآخرين، وهي قتله، تحتم قتله. نعم، لأن بقاءه فساد في المجتمع، لو بقي اللوطي أفسد المجتمع واقتدى به غيره، لذلك يقطع ويبتر بالقتل. نعم. وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين. نعم، الزواج فيه مصالح عظيمة، هو عقد شريف مبارك. نعم. ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح، والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتغبو عليه بما لا يمكن حصره وفساده، ولا يعلم تفصيله إلا الله عز وجل. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف، وهو مجاوزة الحد، فقال: بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنا، وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم إذ قال: رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات، ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم، قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورة، فأقبل اللوطية إليهم يهرعون، فلما رآهم قال لهم: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن، خوفا على نفسه وعلى أضيافه من العار الشديد. فقال: يا قوم، هؤلاء بناتي. ليس معنى هؤلاء بناتي أنهم يطعونهن بدون عقد، بل يعقد لهم بالزواج الشرعي: هن أطهر لكم. والزنا ليس فيه طهارة، الزنا ليس فيه طهارة، فقولهن أطهر لكم هذا دليل على أنه يزوجهم بهن. وقيل المراد ببناته بنات المؤمنين، لأن النبي تكون بنات المؤمنين بنات له في الاتباع والاقتداء والاحترام. نعم. فقال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه: ولكن رد جبار عنيد، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. يعني لا نريد النساء، وإنما نريد الذكور، نريد الذكور، ما يبون النساء والعياذ بالله. واللي يبتلى بهذه الجريمة ما يريد النساء، ما يريد النساء والعياذ بالله، يبتلى حتى لو كان معه زوجه ما يأتيها من القبل، يأتيها من الدبر، لأنه لوطي زين له هذه الفاحشة. نعم. فنفث نبي الله نفثة مصدور خرجت من قلب مكروب، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فكشف له رسول الله عن حقيقة. لما اشتد به الأمر جاء الفرج، لما اشتد به عليه السلام الأمر قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى.
قالوا إنا رسل ربك ملائكة لن يصلوا إليك، حينئذ أمنوه من هذا الخطر الداهم. نعم. فكشف له رسول الله عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ممن ليس يوصل إليهم ولا إليه بسبب، فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ثم أمره بأن يخرج، أمره بأن يخرج بأهله من البلد إلا امرأته، لأنها كانت تساعدهم وتدلهم على أضياف لوط، فأصابها ما أصابهم والعياذ بالله. فأسر بأهلك بقطع من الليل. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. أول عقوبة أن الله طمس أبصارهم، أول عقوبة أن الله طمس أبصارهم التي تنظر إلى الفاحشة، طمسها وذهبت أبصارهم، ثم حلت بهم العقوبة الشنيعة. نعم. وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ومن الوعيد المصيب لقومه، فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فاستبطأ نبي الله عليه السلام موعد هلاكهم وقال أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب؟ فوالله ما كان بين أهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر. وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل على يدي عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عز من قائل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. نعم، كانت بلادهم التي مسخت وخسفت على طريق الذاهبين إلى الشام، على طريق الذاهبين إلى الشام. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، في طريقهم يرونها، وإنها لبسبيل مقيم، وأصبحت بحرة منتنة، أصبحت بحرة منتنة. نعم، يرونها. نعم. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تقلبوا على تلك اللذات طويلا فأصبحوا بها يعذبون، مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا، ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وأنقضت الشهوات وأورثت الشقوات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، قطعوا مرتعا وخيما فعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوات فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأوقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، فيقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم بأعظم الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد. نعم، أن من فعل مثل فعلهم فإن العقوبة قريبة منه. نعم. فيا ناكح الذكران تهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وأكثروا، فإن لكم زفا إلى ناره الكبرى، فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا
يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منهم لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزر. نعم. فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. نعم. اللي عندك النار الشيخ. نعم. فإن لكم زفا إلى نار الكبرى. هذا هو الصحيح. وإن سميت جنة فهو من باب السخرية. نعم. نعم. فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما اللي يقول أن عقوبة التعزير فقط، هذا قول ضعيف جدا. كيف تكون الفاحشة أشد الفواحش ويكون عقوبة دون عقوبة الزنا؟ نعم. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه. أحدهما أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما. نعم، يكفي نقف عند هذا.